ها هو ها كل ما يجي تدبنا ومين يتهود عليه الثعلب يبدا ها هو الزرب هذا الزرب أنا زي في 46 لقيتهم يدفنوا في هذه العارة قاعدة يدفنوا فيها وفيها شهداء فيها كبار فيها صالحين واليوم يودي رانا للزريبة خاصة هزريبة راح نشيني بات من دفن الميت ونجوع بس مهنة قوية وحشاك من الذيوبة والله الثعلب نبقوا هم نبشين نعسوه ما نجموش نعسوه نطلبوا من الدولة تعاوننا يدولوا صور والله يدولوا شبكة والله يدولوا حاجة ستروح. هذه المنطقة منطقة سيدي محب مراهيم صالح هذا يقول سيدي محب مراهيم مدفونين فيه والدينا وجدودنا والشهداء وكل شيء يجوا ذيوبا يجوا ثعالب يجوا يحفروا ينبشونا على الموتى اللي قلنا ندوروا له حيط ولا حاجة باش نسطروا هذا الشهداء وهذا الناس الرحمة اللي راهم في دار الحق. هذا الوالي والي الصالح هذا سيدي محب مراهيم رانا ندفنوا فيه الموتى ويخصها كما نقولوا صياجة زريبة أو صور رانا من دفنوا الموتى راهم الكلاب حشاكم والذياب يدخلوا يجبدوا ينبشوا على الموتى باغين البلدية أو الولاية مهم تعاوننا ديرنا صياج أو ديرنا صور. هذا الصالح جايب التوقان تعاه من سيد شيخ ومدفون هنا وكل الكبار نتاع راهم ثمتين معاه وللان لو كان نهودوا ظرف تلقى الحفير اللي راهم حافرين عليه الضبوعق والذيوبة والهوايش يا ودي في سبيل الله نطلبوا من ربي ومنكم وبسيد الوالي وجوج معايا يا ودي يديروا فينا خير لولا من الحال يصنعونا الطريق ويديروا عليه الصور باش يا ودي كيما راهم موتاتين احنا غادي نلحقوا عندهم.